أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد الجليل المستشار القدير المستشار أحمد الزند وزير العدل في جمهورية مصر العربية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الفاضل وصديقي العزيز معالي المستشار الدكتور جمال ندى رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، السادة الضيوف الأكارم معالي القاضي عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي محمد جاسم محمد سليمان بن ناجي القناعي رئيس محكمة الاستئناف بدولة الكويت، القاضي سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بدولة البحرين، السيدة المستشارة سمية عبد الصدوق رئيس مجلس الدولة بدولة الجزائر، القاضي هشام التل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي بدولة الأردن، مستشار السيد عبد السلام المهدي نائب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس دائرة تعقيب بدولة تونس، المستشار شكري صادر رئيس مجلس شورى الدولة بدولة لبنان، القاضي جميل علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة فلسطين، المستشار الدكتور كريم خصباك نائب رئيس مجلس شورى الدولة بدولة العراق، السيد السفير عبد الرحمن الصالح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي، القاضي أميم سيدي محمد رئيس غرفة المحكمة العليا بالمحكمة العليا بدولة موريتانيا، أصدقائي وزملائي وإخواني السادة الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتوجه أولا بالشكر العميق لتفضلكم بقبول دعوة مجلس الدولة المصري ذلك الكيان العملاق الذي أثر ويؤثر في القضاء الإداري على مستوى العالم، وأظنه في كل زمان يخرج سنهوري جديد، وإني لأعتقد جازما أن سنهوري هذا العصر هو أخي معالي المستشار الدكتور جمال ندى بما لديه من علم زاخر مقرونا بأدب جم ومحبة تسري في أوصاله لكل الإخوة العرب ولكل الشعوب العربية، وأعتقد أن هذا شيء لا بد أن نعض عليه بالنواجذ، فقد جربنا في فترات سابقة ولا يزال هذا الإحساس موجود جزئيا، ألا وهو شيء من الجفوة والتباعد، لا داعي
لوجودهما، فالأمة العربية كيان واحد، هكذا كانت وإن شاء الله ستظل. وإحساسي الآن وأنا بين هذه الكوكبة رفيعة القامة والهامة التي شرفتنا من أقاليم ودول نعتقد أنها لا يقل حبنا لها وتقديرنا عن تقديرنا لبلدنا مصر الحبيبة. أهنئ مجلس الدولة المصري رئيسا ومجلسا خاصا وأعضاء، وأهنئ نفسي بل أهنئ الأسرة القانونية في جمهورية مصر العربية على هذا الإنجاز الرائع الذي سيضيف لبنة هامة وحيوية إلى بنائنا العربي الذي سيظل سامقا إن شاء الله. وبهذه المناسبة يسرني أن أنقل إلى حضراتكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مرحبا بوجودكم بين أشقائكم في جمهورية مصر العربية، متمنيا لكم ولمؤتمركم النجاح الباهر والذي سيتحقق إن شاء الله والتوفيق والسداد، وأن تقضوا بيننا أوقاتا سعيدة لا تشعرون فيها إلا كأنكم في بلدكم وفي داركم وبين إخوانكم. وباسم وزارة العدل المصرية وزيرا ومساعدي الوزير وعلى رأسهم معالي الأخ الكريم المستشار محمد عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بل وباسم قضاة مصر جميعا، أن تحلوا ضيوفا وما أنتم ضيوف، يعني هنجور على حق المجلس ومعالي المستشار ده احنا طمعانين في كرمه لأنه أراد أن يستأثر بكم طوال فترة إقامتكم. فنحن لدينا الرغبة في أن نشاركه في ذلك، ولتكن هذه شركة من شركات الواقع. أنتم مدعوون غدا إن شاء الله وبعد إذن معالي الرئيس على غداء أو عشاء حسبما يتسع وقتكم. ويسرني ويسعدني أن تكونوا بيننا ضيوفا على وزارة العدل، وكما قلت ما أنتم ضيوف ولكنكم أنتم أهل الدار ونحن الذين سنحل ضيوفا عليكم. أتمنى لكم إقامة سعيدة ونجاحا باهرا في هذا المؤتمر، وأشكركم على حسن الإنصات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.